السلام عليكم جميعا. في سلسلة دروس لشرح صناديق ومجموعات أدوات الأركتول بوكس، بالإضافة لشرح جميع الأدوات ومن خلال موقع JS4W، الشرح راح يكون بسيط وسهل جدا. لذلك في هذا الفيديو سيتم شرح صندوق أدوات النتورك أناليست تولز موجودة عندنا هون، بالإضافة لمجموعات الأدوات وجميع الأدوات. تابع هذا الفيديو حتى النهاية لمعرفة وصف وشرح جميع الأدوات صندوق النتورك أناليست تولز. قبل الشرح يتم في هذا الفيديو شرح الأمور التالية. أول إشي في عنا جدول إكسل فيه مسار ووصف جميع أدوات تحليل الشبكة Network Analyst Tools. نفتح جدول الإكسل، موجود عنا هذا جدول الإكسل، في عنا اسم ومسار الأداة، اسم الأداة باللون الأحمر بالإضافة لوصف كل أداة. طبعا موجود عنا إحنا في هذا الصندوق 32 أداة، وأي شخص يرغب الحصول على هذا الجدول الإكسل بتعليق في أسفل الفيديو سيتم إرسال رابط من خلاله يتم تنزيل هذا جدول الإكسل. نرجع للأرك ماب. طبعا يفضل مشاهدة هذا الفيديو لأي شخص مستواه في برامج الأرك جي أس فوق الأساسي لتسهيل الفهم. وفي البداية راح يتم شرح شو المقصود في النتورك أناليست تولز، بالإضافة لشرح مجموعات الأدوات وجميع الأدوات. طبعا من خلال موقع جي أس فور وي بنروح على أي متصفح وبنكتب jis4w.com، بيظهر عندنا هذا الموقع. طبعا هذا الموقع مهم جدا لكل مهتم في نظم المعلومات الجغرافية الجي اي اس. في عندنا قسم فيه دورة مستوى مبتدئ ومتوسط ومتقدم في برامج الارك جي اس، بالاضافة لقسم لتنزيل برامج تدعم الجي اي اس مثل الارك جي اس والاوتوكاد والكيو جي اس والجلوبال مابر والسيفل 3D، بالاضافة لقسم خاص بالارك تول بوكس موجود فيه جميع صناديق الادوات، وبداخل كل فرع جميع الأدوات حسب اسم كل صندوق، بالإضافة لقسم خاص في المقالات والدراسات في نظم معلومات جغرافية وقسم للمعلومات الجغرافية. طبعا قبل الشرح في عنا تم ترجمة كلمات من الإنجليزي إلى العربي، لذلك يفضل قراءة ملاحظات مهمة لفهم الكلمات عند تحويلها من اللغة الإنجليزية للغة العربية من خلال مقال موجود عنا في هذا الموقع. بنروح على أداة البحث ونكتب مقدمة المرحلة الثانية، بيظهر عنا عدة خيارات. نروح على الخيار الأول، المقال الأول، نضغط عليه بنقلنا على هذا المقال. في بداخله مجموعة من الملاحظات يجب قراءتهم قبل فهم شرح ووصف جميع الأدوات وصندوق الأدوات. ننزل الأسفل قليلا، في عنا موجود منطقة الملاحظات، في عنا كلمة معالم أو ميزات الفيتشرز. المعلم أو الميزة تعني الظواهر الجغرافية، يعني وين ما أشوف كلمة features، يعني وين ما أشوف كلمة معلم أو ميزات أو ظواهر جغرافية مقصود فيها الفيتشرز. يعني مثلا أنا عندي طبقة طرق فيها 20 طريق، كل طريق يعتبر فيتشر. وكلمة فئة الميزة feature class مقصود فيها الطبقة داخل قاعدة البيانات، والطبقة أيضا تتكون من مجموعة من المعالم والميزات الفيتشرز. كذلك الطبقة داخل قاعدة البيانات بتكون باسم Feature Class، أما لما تكون الطبقة لوحدها بتكون Shib File. وكلمة سمة أو سمات وين ما بنشوفها بكون مقصود فيها جدول البيانات الـ Attribute Table الخاص بالمعالم والميزات الجغرافية. كلمة النقطية أو البيانات النقطية مقصود فيها الـ Raster Data، والبيانات المتجهة الـ Vector Data، وأيضا أي نوع من البيانات بيتم إضافتهم داخل التابل اوف كونتنت بتسمو طبقة او لاير. بعد قراءة هذه الملاحظات المهمة ننتقل للشرح. طبعا صندوق ادوات النتورك اناليست تولز في موجود فيديو سابق في هاي القناة بيشرح عن طريقة انشاء تحليل الشبكة لاي شبكة طرق ونقل ومواصلات، لكن احنا بنستفيد من هذه الادوات الموجودة عندنا لتطوير تحليلات النتورك اناليست، تحليل الشبكة يعني. وأيضا يمكن أن نستفيد من هذه الأدوات في إنشاء موديل بيلدر بسهلنا عملية إنشاء النتورك أناليست. بالنسبة لإنشاء الموديل وفهم عناصر ومدخلات ومعاملات أي أداة موجود عندنا أيضا في وصف هذا الفيديو راح يتم وضع رابط بخص شرح إنشاء الموديل بيلدر، بالإضافة لرابط لطريقة إنشاء النتورك أناليست. إذا قبل الشرح يفضل أنه إحنا نقوم بفهم ما المقصود في صندوق أدوات تحليل الشبكة. نضغط رايت كليك على الصندوق، بعدها بنروح على بروبرتيز ونقوم بنسخ الاسم، بننتقل الى
موقع الجي اس 4 وي، نروح على اداه البحث، نلصق اسم الصندوق، نضغط على انتر، بيفتح عنا اكثر من مقال. بنروح على المقال الخاص بصندوق ادوات تحليل الشبكه نتورك اناليست تولز، الخيار الاول نضغط عليه. بعد ما يتم فتح هذا المقال ننزل الى الاسفل، موجود عندنا نظره عامه عن هذا الصندوق ادوات تحليل الشبكه، الافضل قراءته. طبعا يحتوي صندوق ادوات النتورك اناليست على ادوات بتكون بتحليل الشبكه، اللي هي يعني شبكه طرق او نقل او اي مسار معين، طبقه متجهه او فيكتور داتا من نوع لاين. ومن خلال صندوق النتورك اناليست احنا بنقوم بتحليل بيانات الشبكه مثل شبكه النقل والمسارات، ونقوم باجراء تحليلات لاقرب منشاه ومنطقه خدمه ومصفوفه التكلفه، بالاضافه الى مشكلة توجيه السيارة وتحليلات الشبكة من خلال اختيار أفضل الطرق وأكثر مسافة للانتقال من منطقة ألف إلى منطقة باء على سبيل المثال. أما بالنسبة لمجموعات الأدوات، في عنا لو رحنا على الأرك ماب، في عنا 1 2 3 4 مجموعات أدوات. أول مجموعة خاصة بالتحليلات، نقوم باستخدامها لإجراء التحليل عند استخدام ملحق الارك جي اس نتورك اناليست، وفيها مجموعة من الأدوات خاصة لإنشاء طبقة تحليل الشبكة وغيرها من الأدوات. وأيضا في عنا مجموعة أدوات خاصة ببيانات الشبكة، بنقوم باستخدامها في فحص وصيانة مجموعة بيانات الشبكة وإيجاد الحلول بعد وضع القواعد والشروط. أيضا في عنا مجموعة أدوات الخادم، مهمة جدا لاستخدامات الويب. طبعا آخر مجموعة أدوات خاصة في إنشاء فئة الميزات الخاصة بالمنعطفات، وأي شخص في عنده مشكلة أو في عنده استفسار عن صندوق أدوات تحليل الشبكة Network Analyst Tool بإمكانه في آخر هذا المقال موجود قسم التعليقات يكتب تعليق معين وسيتم الرد. ننتقل إلى شرح جميع أدوات تحليل الشبكة. نأخذ مثال، مثلا في عندنا مجموعة أدوات الأناليسز، فيها مجموعة من الأدوات. لو رحنا على أداة السولف الحل، نضغط عليها دبل كليك، ونروح منحدد اسم الأداة ونعمل كنترول سي، نرجع على الموقع، نروح على أداة البحث ونقوم بلصق اسم الأداة أو أي أداة موجودة عندنا في هذا صندوق الأدوات تحليل الشبكة. نضغط على انتر، بيظهر عندنا عدة خيارات للمشاركات والمقالات عن كلمة سولف. طبعا احنا بنختار المقال الصحيح او المطلوب. في عنا اول مقال اسم الاداة سولف، اللي هي تقوم بالحل بناء على المدخلات والقواعد والشروط الموجودة في تحليل الشبكة. طبعا ندخل على اول مقال المطلوب. بعد ما دخلنا على وصف هاي الاداة، موجود عنا صورة الاداة، هي موجود عنا 5 مدخلات. لو رحنا على الارك ماب، في عنا 1 2 3 4 5 مدخلات او معاملات، كل معامل ومدخل فيه وصف في الانجليزي تمت ترجمته باللغة العربية. مثلا انا بدي اعرف شو المقصود بالمدخل رقم 3، بنزل الاسفل على رقم 3 بقوم بالقراءة، فهيك انا فهمت شو المقصود بهذا المدخل. ايضا موجود عندنا مسار الوصول للاداة، اللي هي السولف تول اناليسز تول سيت، مجموعة ادوات التحليلات الموجودة داخل صندوق ادوات النتورك اناليس تولز. ايضا اذا في عنا اي ملاحظة او اي استفسار في اي اداة موجودة في هذا الموقع، اي شرح اداة موجود في الاسفل قسم خاص في التعليقات، بقوم بترك تعليق، نكتب اي تعليق ثم نضغط على نشر، ويتم فريق هذا الموقع بالرد على اي استفسار واي مشكلة بتواجهوها. اذا بنفس الطريقة بقوم بشرح وفهم اي اداة موجودة عندي داخل صندوق ادوات تحليل الشبكة، بالاضافة لاي اداة موجودة داخل الارك تول بوكس. يعني لو رحت على صندوق ادوات الايديتنج تولز، رحت على اداة السناب، بضغط عليها وبضلل على اسم الاداة وبعمل كنترول سي، بروح على الموقع وعلى اداة البحث بلصق اسم اي اداة انا بدي اياها. لذلك هذا الموقع مهم جدا لكل مهتم في نظم معلومات جغرافية، خاصة في برامج الـ ArcGIS. طبعا أداة السناب بيظهر عندي أكثر من أداة، في عندي قلب الخط والتنعيم والالتقاط، مقصود في السناب اللي هي الالتقاط. موجودة هاي الأداة إذن مع 3 أدوات. بدخل على هذا المقال المطلوب. بعد الدخول على المقال موجود عندي قسم اسمه التنقل السريع، في عندي اول اداة وثاني اداة وثالث اداة. طبعا انا بهمني الاداة السناب، فبضغط من خلال التنقل السريع على اداة السناب، بنقل عليها مباشرة، بقرأ
وصف هاي الأداة بالإضافة لجميع المدخلات، أنا هيك فهمت هاي الأداة. وإذا بدي أفهم إشي معين أو عندي استفسار أو مشكلة معينة بنزل إلى الأسفل على قسم التعليقات وبكتب أي تعليق. بتمنى من الجميع إنه أخذ فكرة كيف يستخدم موقع JS4V، يستعلم عن أي أداة موجودة داخل ArcToolbox من خلال موقع JS4V. وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم.